لماذا الحدود في الإسلام؟ أين الإنسانية؟ هذه هي الشبهة الإلحادية الأشهر في الفترة الأخيرة. لا يعلم من أثار هذه الشبهة أن الإسلام دين يشمل الحياة كلها، يعني الإسلام دنيا وآخرة، دين ودولة وتشريع زي الدول في العالم كله، واللي بتحكم بالقانون العلماني. فالعلمانية عندهم هي دولة وتشريع، تضع العلمانية قوانين لكل شيء وتفرض على الناس اتباعها والالتزام بها، وفي عقوبات مشددة جدا على من يخالف القوانين دي. ووصل الحال بالعلمانية وقوانينها إلى حد القتل أو احتلال الدول التي يحتمل فيها مخالفة قانون العلمانية. الملحد بيقبل أن تأتي أمريكا إلى شعب العراق فتبيد دولته عن بكرة أبيها وتعيدها إلى القرون الوسطى بعد مليون قتيل، لكنه ما يقبلش أنه يكون في قانون إسلامي واحد. يقبل الملحد حرية زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، أو الذكر من كلب أو الأنثى من معزة، ولا يقبل قانون إسلامي واحد يبيح التعدد. يقبل بقتل المرضى وكبار السن بحجة القتل الرحيم، لكنه ما يقبلش إقامة أي حد إسلامي. يقبل بخصوصية القوانين العلمانية وحرية دول الغرب في فرض العلمانية، لكنه لا يرى لك أي حرية في تطبيق حدود الإسلام. لذلك الملحد لا يرضيه، ولو طوعته ومنعت الحدود فغدا سيطلب منك منع الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وربما يجرم عليك انك تقول الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مركز تكوين الإلحادي طرش علينا شخص اسمه سامح اسماعيل. خرج الاخ سامح الظريف ده في فيديو مدته 12 دقيقة تقريبا. الفيديو حصل قرابة 400,000 مشاهدة على اليوتيوب والفيسبوك بعد التمويل المهول ده. وفي اول الفيديو قال سامح ان الخمر حرام، وفي نص الفيديو قال سامح ان الخمر لا حدود فيها، وفي اخر الفيديو زي ما هسمعك دلوقتي وبطريقة خبيثة خلى المتلقي يعتقد ان شرب الخمر ده موضوع سهل وبسيط، وان السلفيين هم اللي مكبرين الموضوع، وان الدين حلو وجميل وكيوت وخد وهات، وبكرة يبقى كله حلال إن لم تقف الأمة في وجه هذا الإلحاد. واسمع يا سامح انت وابراهيم وإسلام، علشان لو ما كنتوش تعرفوا، يعني الله جل الله تعهد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسقي شارب الخمر من طينة الخبال. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ فقال نعم، فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وبالله عليكم وبالراحة، هل لو ترك الشرع الحنيف شارب الخمر يشرب ويسكر براحته ثم يأتي يوم القيامة فيسقيه الله من طينة الخبال، أي عصارة وصديد وقيح ودم وعرق أهل النار، هل بهذا يكون الإسلام أرحم بالخلق، أم إنه يخوفه الأول بالجلد في الدنيا لو شرب فيخاف فينتهي ويتوب فلا يدخل النار ليأكل من خبال أهل النار؟ أليست هذه الحدود رحمة للناس؟ حد السرقة مثلا، لو أقمنا حد السرقة على واحد أو اثنين أو عشرة أو حتى 100 أو 1000 وشاهدهم في الشارع أي ضعيف نفس، هل سيفكر في السرقة هو أيضا؟ بالطبع لا، ومستحيل، لأن الردع أمامه. وفي أمر الخمر، لو شرب المدمن الخمر ثم سكر ووصل به الحال كما يحدث
حدثه حاليا انه ينتهك المحارم ويزني عياذا بالله ويقتل. وسمعنا قبل كده ان ناس وصل بهم الشرب لحد الادمان لدرجة انه بيجيب زوجته لشلة الخمرجية يزنوا بها علشان ازازة خمرة او علشان تذكرة بودرة. فهل لو اقيمت الحدود على هذا وذاك هل كنا نسمع عن هذه الكمية من الجرائم في المجتمع؟ لا والله ما كنا سمعنا بكل هذه الجرائم، لأن الحدود رحمة قبل ما تكون عقاب، ولأنها كمان بتحمي المجتمع كله من الخطر الأكبر إن عطل الناس الحدود كما يحدث اليوم. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستاقها. ودول بكل بساطة يهونوا من شأنها وكأنها أمر عادي، ولا علشان هم خمرجية وسكرين فبيدوروا لهم وللشعب كله على مخرج. لكن لازم نعرف ما هدف إبراهيم عيسى وإسلام بحيري ويوسف زيدان من حلقة زي الحلقة دي اللي بتتحدث عن إن الخمر ليس لها حد في الإسلام. فهل الهدف مثلا خوفهم على الإسلام والمسلمين؟ لا طبعا، بل هدفهم الأكبر هدم الإسلام والأمة كلها. هدفهم هو إلغاء السنة النبوية الشريفة والتشكيك في الصحابة الكرام وأفعالهم الفقهية. الأخ سامح بيقول إن القرآن لم يأتي بنص فيه حد لشارب الخمر، وهو يريد بقوله إنكار السنة النبوية وعدم اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جلد شارب الخمر. يعني حضرته مش عاجبه إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد بنفسه على شارب الخمر. طيب ما هي عقوبة شارب الخمر في الإسلام؟ عقوبة شارب الخمر بإجماع الأمة جاء 80 جلدة في الحر و40 جلدة في غير الحر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، واستدلوا بما جاء في حديث أنس السابق وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر، يعني في خلافة عمر، استشار الناس فقال له عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر، ووافق الصحابة عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك ولم يخالفوه. والنقطة المهمة هنا واللي لازم الكل يعرفها إن الصحابة أهل تشريع، يعني المسلم مأمور أنه ياخد دينه عنهم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ ديننا منهم. قال ابن كثير: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. وكانت في تنفيذ حد الخمر مراحل كما قال العلماء: أولا جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة في الخمر، ثم لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للصحابة: إن شارب الخمر زاد عددهم، وإن حد 40 جلدة لجعلهم يعودون. وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم أهل إيمان وتقوى، وكان لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أثر عظيم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد شرب الخمر قليلا جدا وليس مثل زماننا، بمعنى لو كانوا يعني 3 على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيهم بقوا زمن عمر بن الخطاب بقوا 10 وما يزيدوش عن كده. وممكن ده بسبب ان دخل على المدينة من كل الاجناس بسبب كثرة الفتوحات الاسلامية ودخول اجناس كتيرة للاسلام، ومنهم من دخل الاسلام تقية او بسبب الجزية ولكنه بيبطن النفاق والكفر. لذلك دخل على المدينة شخصيات غير الشخصيات الحقيقية زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واخلاقهم غير اخلاق اهل المدينة الاصليين، فزادت الخمر ومعاها زاد حد الجلد. هذا العلماني عضو مركز تكوين الإلحادي كتب عنوان الفيديو كتابة خبيثة جدا وقال: هل الخمرة حلال شرعا؟ طب بالله عليكم، ده سؤال واحد بيبتغي الحق
وكأن السؤال اللي هنا بيشبه سؤال هل يوجد خالق للكون؟ هذا السؤال صاحبه خبيث جدا وسؤال خطأ من الأساس، إذ هل هناك شك أن للكون خالق حتى تسأل هل للكون خالق؟ معلوم أن الخمر حرام بنص الكتاب والسنة، فلماذا السؤال الخبيث ده؟ ولكن لنكن فاطنين، السؤال ليس هدفه الأصلي الحديث عن الخمر أو حرمتها من حلها، ولكن السؤال هدفه الطعن في السنة النبوية والتشكيك في الحدود في شرع الله جل وعز. الخبيث ده بيقول انه مدام عمر قام بزيادة حد الخمر من 40 جلدة ل80 جلدة فهذا لا يعتبر حد على شارب الخمر. والسؤال هنا هل هيفرق معاك ان كان اسمه حد او تأديب لشارب الخمر؟ وتعالوا اسمعوا معايا الكلمتين دول في اخر الحلقة بتاعته بيقول فيهم ايه. حاجات كتير شبه كده بتقول لنا ان الاختلاف رحم وان مش لازم العقوبة تكون عقوبة انتقامية، لا العقوبة ممكن تكون عقوبة إنسانية، بأنه شارب سكرة نعاقبه بالقانون، ما يسوقش هو شارب، ما ينزلش يروح مكان عام هو شارب بالقانون، لكن ما ينفعش إن أنا أفرض حد ما كانش موجود في القرآن وأبدأ أصله كأصل فقهي معظم الناس جدا فكرة إن هو نزل في القرآن وهو يعني القرآن بريء تماما من وضع هذا الحد. بيقول لك هنا أعذره بالقانون إنما بالشرع لا، عيب كخة ما ينفعش أمنعه من السواقة وهو سكران أو خصمه ما كلموش أقول له أنت وحش وكخة وابعد عنه واخد منه جنب، انما اجلده لا دي وحشية وهمجية. وما ينفعش افرض حد مش موجود في القرآن الكريم، شفتوا الفهم وصل بيهم لفين؟ طيب نودي فين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونودي فين فعل وعمل الصحابة من بعده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض عليها بالنواجذ. بس لا، هو ما شافش كل ده ولا درسه ولا يهمه ولا يشغله، وما يعرفش كمان ان ساعة رفع عمر بن الخطاب الجلد من 40 ل80 جلدة ان الصحابة والتابعين كانوا اكتر من 100,000 صحابي وتابعي حول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلم نجد من يسأل منهم عمر لماذا فعلت او لماذا زدت الحد الى 80 جلدة. فهل انت يا ابو لهب العصر الحديث أحرص على الدين منهم؟ مستحيل طبعا. لكن ما قرأناه من سؤال هذا الخبيث إنما يريد أن يسهل للناس شرب الخمر، وإنه مدام ليس فيه حد فهي ليست من الكبائر وليست حرام. وبعد ما كان الناس بيترعبوا مجرد بس التواجد في مكان فيه إزازة خمر بس حتى ولو فاضية، سيجعل الجميع بعد ذلك يتساهلون في هذه الأمور. ولأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أنه يفضحهم خلى صورتهم دي تلف العالم كله وهم بيشربوا الخمر، والحمد لله الذي أشهد عليهم الخلائق في أول يوم لهم. وكأن لسان حالهم الصورة دي وهم بيتكلموا برايز وبيقولوا له أيوة يا برايز احنا عملنا كل حاجة وحضرنا الخمرة والستات، لكن انت ما قلتلناش نعمل ايه في الأديان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد وأن يجعلهم مسخة بين الخلق. يا ريت الكل يهتم بنشر الحلقات دي ومشاركتها في الصفحات والجروبات، ما نبقاش أقل همة من أهل الباطل اللي بيتفننوا في نشر الباطل بتاعهم وبيستميتوا في الدفاع عنه. ويا ريت ننشط القناة تاني من جديد بنشرها والاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس وكذا الاشتراك والدعم لها. وأخيرا رحم الله أمي وأبي وتقبلهم في الصالحين ورفع درجتهم في المهديين، ونصر الله إخواننا في فلسطين وأخزى الله أعداءهم أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.